كل هذه الأعشاب والمشروبات الخضراء يا دكتور هل بالفعل ليها دور في التخسيس وهل ليها اثار جانبيه ولا لا؟ لان احنا بالنسبه لنا مجرد وجود مصطلح اخضر يعني الحاجه صحيه جدا وامنه. هي فعلا هذه المشروبات صحيه ولكن مش هي العصايه السحريه اللي هتنقص الوزن ممكن بالعشره والعشرين كيلو جرام. اغلب هذه المشروبات بتحسن من حاله الجسم للتمثيل الغذائي، يعني ايه؟ بتخلي وظائف الجسم بتعمل بكفاءه اكتر. فبالتالي انا لو متبع نظام غذائي كويس جدا بيناسب احتياجاتي الغذائيه، بمارس الرياضه، بلتزم بعدد ساعات النوم، ممكن تزق معايا وتساعدني. في حاله عدم اتباع نظام غذائي وعدم ممارسه الرياضه وبعتمد بعد اكله دسمه مليئه بالدهون والنشويات ان انا اخد كوبايه شاي اخضر او كوبايه ماتشا يعمل ايه برضه بالظبط وارضي بيها ضميري، طبعا مش هيكون ليها اي نتيجه. فهي احد العوامل المساعده لنجاح النظام الغذائي. زي ما حضراتكم ذكرتوا الماتشا، الماتشا هي عباره نفس الشجره اللي بناخد منها اوراق الشاي الاسود والشاي الاخضر. كل اللي بيحصل انه قبل حصاد هذه الاوراق بيغطوا الشجره لمده 20 يوم قبل الحصاد بحيث ان نسبه الكلوروفيل تزيد فيها اكتر، فبالتالي مضادات الاكسده فيها تكون بنسبه اكتر. هي الماتشا من الحاجات الصحيه اللي بتحسن التمثيل الغذائي، بتقلل امتصاص الدهون والنشويات، ولكن هي ليست العصايه السحريه. هو مشروب صحي لصحه القلب، بيحسن من وظائف المخ والتركيز، ليه جوانب صحيه وايجابيه كتيرة. عندنا الشاي الأخضر وكتير جدا من المصريين هعمل دايت يبقى على طول الشاي الأخضر ويبقى سعيد وهو بيتناول الشاي الأخضر. الشاي الأخضر من المشروبات اللي بتحتوي على مضادات أكسدة، برضو بيحتوي على العديد من الأنتي أوكسيدنت زي الفلافينويد وغيرها اللي بتقوي وتدعم الجهاز المناعي، ولكن هو برضو في نسبة من الكافيين اللي بتساعد على التركيز والنشاط. كثرة تناول الشاي الأخضر بقى طول ما أنا قاعدة اشرب شاي اخضر 6 و7 مرات ده شيء غير صحي، لان وجود الكافيين هو مضر للبول، فبالتالي بيخلص الجسم من كميات ميه كبيره مع كثره الاستخدام جفاف. بالظبط هيجي لي جفاف. هو حلو ان هو ما فيهوش كميه الكافيين زي الشاي الاسود اقل منها، ولكن مع كثره الاستخدام ممكن يعمل لي مشاكل صحيه. المورينجا، والمورينجا على فكره يعني عشبه قديمه جميع الحضارات القديمه حول العالم استخدمتها. يعني الحضاره المصريه القديمه استخدمتها، الرومان استخدموها، وجت كده اختفت مع مرور الوقت لدرجه ان احنا وصلنا سنه 2010 ما كانش عندنا الا 8 اشجار على مستوى الجمهوريه، وكانوا موجودين في الحدائق النباتيه العامه زي حديقه الأرمان. ومع جهود الدوله بدات تحصل اعاده تنميه وزراعه لهذا النبات. وعلى فكره هو نبات غصن البان اللي الشعراء اتكلموا عنه زمان في اشعارهم، وسبحان الله هي فعلا بتسمى بشجرة المعجزات. القيمة الغذائية اللي طبعا هو الدارج منها ان احنا بنستخدم اوراقها، بعض الشعوب بتستخدم الاوراق الخضراء بتاعتها ان هي ممكن تضيفها على السلطة او تطبخها زي السبانخ، وعلى فكرة ليها قيمة غذائية كبيرة لان هي بتحتوي على فيتامين سي اضعاف اللي موجود في الفلفل الاخضر والبرتقان والجوافة، ولكن بشرط ان هي ما تتعرضش للمعاملة الحرارية، لان لو تعرضنا للمعاملة الحرارية فيتامين سي بيحصل له عملية تكسير، فبيتم تقطيع الأوراق الخضراء على السلطة أو ممكن ناكلها زي الجرجير أو نحطها على سندوتش جبنة. طبعا بتتميز برضو بارتفاع المحتوى البروتيني فيها، وتعتبر من أعلى النباتات، ده حقيقي، اللي بتحتوي على البروتين فيها حوالي 18 حامض أميني، يعني كمية البروتين اللي فيها أكتر من اللي موجود في الدواجن، موجود في الزبادي. بتحتوي على البوتاسيوم، وطالما ذكرنا البوتاسيوم يعني بنتكلم في التركيز، في زيادة التحصيل الدراسي. بكلم مريض ضغط الدم المرتفع بقول له بتنظم مستوى ضغط الدم المرتفع في جسمك، ونصيحتنا دايما لمريض ضغط الدم المنخفض انه ما يكسرش من تناول المورينجا، لان دي احدى الفئات اللي هي لازم تاخد بالها وهي بتتناول المورينجا. كمان بتتميز بوجود فيتامين اي فيها اضعاف اللي موجود في الجزر، مفيده لصحه القلب والدوره الدمويه، ومفيده لصحه الكبد، وكمان مفيده لصحه الجهاز الهضمي. احنا بنشتريها من العطار او موجوده في السوبر ماركت في صوره باكت للشاي، ممكن بيتم تكفيف هذه الاوراق، وده بيبقى بنفس القيمه الغذائيه لو في باكت او في بنشتريها من المجففة.
هو المجفف ده بقى ما فيهوش فيتامين سي. يعني الخضرة فيها فيتامين سي بالظبط، ولكن هو الأوراق الخضراء مش دارجة قوي عندنا في الأسواق لسه، فالمجفف هو اللي موجود نقدر إن احنا نشربها كشاي زي الشاي بالظبط. ممكن كمان لو جبت هذا المستخلص من عند العطار سايب أو المسحوق مجفف، ممكن يضاف للمخبوزات، ممكن يضاف لبعض الأكلات، لطبق السلطة حتى وهو جاف، لأنه فعلا قيمته الغذائية عالية جدا. حضرتك كلمتينا عن الماتشا والمورينجا والشاي الاخضر، ده حقيقي، وهنتكلم كمان مع حضرتك كمان شويه عن القهوه الخضراء، لانه زي ما في ناس كيفه شاي زي ما بيقولوا كده وعشاق للشاي، في ناس بيحبوا القهوه، بس انا ما اعرفش ازاي القهوه الخضراء دي، يعني برضو عايزين نفهمها من حضرتك القهوه الخضراء وازاي ممكن تسبب مثلا او تساعدنا في نظام دايت او في نظام ريجيم غذائي. يعني طيب دكتور، خلينا برضو في نفس يمكن الاعشاب اللي حضرتك ذكرتيها، ليها اي اثار جانبيه ولا لا؟ بالنسبة للمورينجا، مريض ضغط الدم المنخفض ما يكسرش من تناولها، الحوامل لأنها بتسبب انقباضات للرحم، مريض الكلى لأنها مدرة للبول، فممكن بتنقص مستوى المية في الجسم.